بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة برضو الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، إنما معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وخلاص يعني قربنا من نهاية الشهر الأول من فصل الخريف، فممكن نتعرض لتقلبات جوية سريعة، فكلمينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا يمكن احنا على مدار الاسبوع الماضي كانت فرص الامطار خفيفه على المناطق الساحليه، وكان في منخفض جوي بيأثر علينا، يعني اثر علينا بالاجواء الخريفيه بشكل كبير. متوقع اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع يتعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض، يتزامن معه كمان منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائيه شماليه رطبه، فده هيجعل في زياده في فرص وكميات الامطار اللي هتاثر علينا خلال بدايه هذا الاسبوع ان شاء الله، وهتتحول الامطار من الامطار الخفيفه اللي احنا كنا بنشوفها الاسبوع الماضي الى امطار متوسطه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد. طيب هل الامطار دي ممكن تاثر على اعمالنا اليوميه والانشطه بتاعتنا؟ يعني ان شاء الله الجهات المسؤوله تبدا سحب كميات الامطار بشكل سريع، والامطار كمان هتكون على فترات متقطعه، فان شاء الله ما تاثرش على اعمال الانشطه اليوميه، لكن الامطار هتمتد للمناطق الداخليه وكميتها هتزيد كمان. طيب اكتر المحافظات يا دكتور اللي ممكن تتعرض لامطار ربما يعني متوسطه او غزيره؟ هي الامطار هتكون امطار متوسطه ان شاء الله، وهتكون على فترات متقطعه من اليوم على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، العلمين، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي شمال البحيره وكفر الشيخ والدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض الاماكن كمان من مدن القناه ووسط سيناء. دي الاماكن اللي هتعرض لكميات الامطار المتوسطه. باقي مناطق الجمهوريه هتمتد ليها الامطار خفيفه زي مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهره الكبرى، ده خلال هذا اليوم وغدا ان شاء الله. يعني احنا النهارده وبكره كميه الامطار في المناطق الساحليه متوسطه، بتمتد امطار خفيفه للمناطق الداخليه. يمكن الامطار في المناطق الداخليه ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالإضافة كمان هيستمر معانا طبعا انخفاض درجات الحرارة اللي بقى ملحوظ بشكل كبير فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اللي بدأنا نحس معاه بالبرودة واللي يستدعي ان احنا نرتدي الملابس الخريفية، فبالتالي فترات النهار اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 29 درجة مئوية. هيستمر معانا وجود السحب اللي بتحجب أشعة الشمس، فبتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، أجواء معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده بيكون فترات النهار تحديدا وتحديدا في فترة الظهيرة. طور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترة الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، لكن زي ما قلنا بيبقى ملموس أكثر وملحوظ في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. أجواء نقدر نوصفها إنها لطيفة في أول ساعات الليل، لكن ساعات الليل المتأخر الصباح الباكر بتبقى أجواء مائلة للبرودة. بالإضافة كمان اليوم متوقع إن يكون في نشاط رياح على بعض الأماكن من الجمهورية، نشاط الرياح ده سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة، هيساعد على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، غير مثير لأي رمال وأتربة. بالنسبة للشبورة المائية هتظل هي الظاهرة الجوية اللي معانا فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي بتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. زي ما قلنا في الأول الأحوال الجوية اللي فيها
بعد التقلبات الجوية على المناطق الساحلية تحديدا لأنها أكثر تأثرا بكميات الأمطار، هتستمر معنا يوم الحد كمان إن شاء الله، لأن في استمرار للأمطار، تكون أمطار متوسطة على المناطق الساحلية، مع يوم الاثنين كميات الأمطار ترجع خفيفة إلى متوسطة، وإن شاء الله مع نهاية الأسبوع كميات الأمطار تقل تماما وما تأثرش على أعمال الأنشطة اليومية، مع استمرار درجات الحرارة اللي هتكون ما بين 29 ل 28 حتى نهاية هذا الأسبوع، يعني استمرار الأجواء الخريفية حتى نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. فعشان كده احنا بننصح كل السادة المواطنين، مهم جدا يعني المتجهين إلى المناطق الساحلية، مع تساقط الأمطار تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، بالإضافة كمان يعني مهم جدا إن احنا أثناء سقوط الأمطار نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الأعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة. مهم كمان الأطفال وهم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر، أو لو بنرجع من أشغالنا فترات الليل متأخر، نحن نبدأ نبتدي الملابس الخلفية، نزود قطعة ملابس كمان للأطفال وهم رايحين المدارس، أو يكون معنا جاكيت خفيف لو حسينا بالبرودة نرتديه. وطبعا زي ما بنقول دايما لازم نتابع النشرة الجوية، لازم نتابع التحديثات الجوية دايما، لأن الخريف بيحصل فيه تغير في خرائط الطقس، وارد جدا ان كميات الامطار تزيد في الايام المقبله او تقل في بعض الاماكن، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منى غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 29 والصغرى 22، العاصمه الاداريه 29 21، اسكندريه 27 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 26-19، دمياط 27-22، بورسعيد 27-22، الإسماعيلية 30-20، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 21، العريش 28-20، كاترين 24-16، طابة 28-24، حلايب 31-25، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-24، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 19، بني سويف 30-19، الوادي الجديد 34-19، أسيوط 30-17، سوهاج 31-21، قنا 34-22، الأقصر 34-23، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 23. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي وجمانة نكمل معهم بقية فقراتنا. شكرا لك.